السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف برنامج جديد اللي هو زد كاد. نخلي بالنا إن في برنامج تاني اسمه زد دبليو كاد. زد دبليو كاد هو برنامج صيني ورخيص التمن، بس هو تركل من الأوتوكاد، فمش هتلاقي فيه حاجة جديدة. هو مجرد بس بياخد الأوامر وبيحاول ينسخ نفس الأوتوكاد بحيث إن هو يبيعه. اسمه زد دبليو كاد، يعني بضاعة صيني. فالزد كاد لأ، ده برنامج أوبن سورس ومجاني. يعني إيه أوبن سورس؟ يعني انت برنامج بتقدر تاخد شفرة الكود، بحيث لو انت عايز تطور في البرنامج وانت مبرمج تقدر تطور فيه. لذلك هتلاقي برامج الاوبن سورس مع يعني بتلاقيها اقرب للمستخدم. ليه؟ يعني انت مثلا برنامج الفايرفوكس ده برنامج اوبن سورس، كل المستخدمين بتبدا تشوف ايه الحاجه اللي عايز تضيفها وتضيفها تلقائي، مش لازم تبعت للشركه. لا، لو هو مبرمج بيعرف يبرمج معاه كود فبيطور ويبعت للناس اللي عملت البرنامج، يقول لهم انا عملت الزرار دوت، وهم لو شافوه كويس بيضيفوه. يعني على سبيل المثال ادو برنامج زد كات، هو مش بيحاول يبقى نسخه من الاوتوكاد، هو بيحاول يطور برضه. بتلاقي في بعض الحاجات زي الاوتوكاد وهتلاقي في حاجات زياده، تمام. فهتحتاج بس ايه يوم ولا يومين كده لحد ما تعرف الفروق بينهم، لان انت مش كوبي من برنامج الاوتوكاد، لا هو بالراجل بيطور. يعني هتلاقي مثلا بيعمل سيركت دايجرام مش موجوده هي هناك، كونكشن دايجرام، هتلاقي بيعمل الارم سيستم، باور سبلاي، هتلاقي في شويه حاجات زياده، تمام. وهو كل شويه بيطوروا فيه، تمام. هتلاقي في بعض البلوكات زياده، هتلاقي في بعض الادوات زياده. يعني ممكن مثلا واحد كان شغال على الاوتوكاد ولقى في حاجه مثلا ناقصه، فبيفتح الزد كاد ويروح حط الحاجه ديت. هو ميزته ان هو مجاني، يعني ممكن تشتغل بيه، تفتح اللوحه الاوتوكاد وتسيف وتشتغل عليها عادي بدون اي مشكله خالص، وبدون ما يبقى فيه مشكله مع الرقابه ولا حاجه خالص. انا بس مش مظبط الفونتات، يعني حتى لو فتح الاوتوكاد هتلاقي برضه الفونتات ضربه، تمام. هتلاقي فيه برامج كتيره، وبالذات لو انت عايز ممكن تدخل على الانترنت تحتي درست من دكتور دبريس، او ممكن تدخل على السورس فورج، ده موقع بتلاقي فيه كل حاجات الاوبن سورس، تمام. او ممكن تدخل على الترناتيف 2، ده موقع بيشتغل على الاوبن سورس. بس فكرته بسيطه، انت اي برنامج عايز تلاقي البديل بتاعه، يعني ممكن مثلا مايكروسوفت اوفيس، هتيجي هنا تكتب مثلا مايكروسوفت اوفيس، تمام، يجيب لك البدائل، تبدا انت تشوف ايه البديل اللي مجاني وليه شعبيه، تمام، او الناس كتير بتشكر فيه، تمام. فبتلاقي مثلا ان اكبر برنامج الناس كلها بتشكر فيه واوبن سورس ومجاني وبيشتغل على الويندوز وبيشتغل على لينكس، لايبرري الاوفيس، تمام. ده انا جربت اشتغلت بيه وممتاز، يعني حتى وهنا ده عدد الناس اللي بتشكر فيه مثلا 1017، بينما مايكروسوفت اوفيس اللي بيشكر فيه 372، تمام. وطبعا كان في زمان اوبن اوفيس غير لايبرري اوفيس، ده برضه الاثنين اوبن سورس والاثنين مجاني، وبتلاقي فيهم حاجات زياده. يعني بتلاقي مثلا واحد هو شغال على الاكسل كان في حاجه مثلا محتاجه فبيدور عليها، وفي حاجات ممكن يكون هم مش شايفين انها مهمه في الفتره ديت فما حطوهاش، عاملينها مثلا في الخطه الجايه. فاحنا لان احنا بلادنا مش تقدرش تشتري البرامج ديت لانها غاليه، فاحنا بنشوف كل برنامج ايه البديل بتاعه اللي يكون قوي وفي نفس الوقت يكون مجاني او سعر رخيص بنقول الناس عليه. المدونة اصلا معمولة كده، اللي هي مدونة درافتسمان دكتور بريس اللي هي اسمها ماوس البيم، بنحاول قدر الامكان نشرح برمجة هندسية اللي مطلوبة في السوق، وفي نفس الوقت بنشوف ايه البدايل الاوبن سورس والمجاني وننبه ليها، زي برنامج الزد كاد غير الزد دبليو كاد اللي هو بتاع الصين عمر سليم.